يوم حسن العسكري سلام الله عليه سيرة سنداب المهم مسألة وار مسألة الإعداد لعصر الغيبة. إمام نجا إعداد إلى حاضر راضة غيبية قشماغة إمام مهدي سلام الله عليه. طبعا القاعدة الجماهيرية إمام الله مؤمن ولا النار هبلا يشهد الله قائد بلا أنجا يوري له يعني محمد بيغمبر أصحابه صلى الله عليه وسلم هبلا بيغمبر بلا أنجا يوري له إمام عن شعاسة يوري علي بن طالب وهكذا خم إمام الله يوري إمام الله فحجلان آيلة إمام نردان تواصل بلا أنجا حاجات روحية أو نفسية أو اجتماعية أو حتى لا ضرر أنجا قاعدة قصد الأرض إمام الله. فلأنه الإمام علي الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري عليه السلام بليلة أون إكينج إمام إمام مهدي عليه السلام غيبية قيشر زين غيبية قيشر بركزدان شعران حالا نولر شو زحمات بالصدمات بيك صدمات إجلس إمامي غيبية قيشر بركزدان بدون تمهيد. ولهذا إمام علي الهادي عليه السلام مهد لاده ويزلنا شوخ إمام حسن العسكري مهد لاده عصر الغيبية فكرة الغيبية قبل لاسن شعلر مؤمن ولا النار إمام مهدي وأهل بيته عليهم السلام. طبعا سيز خي يجلب سخومز أكيد يعني هو انطق يادو غيبية قشماخ مثلا موسى بيغمبر عليه السلام قر جون غايب قال ده دون ده أماتي قال ضبلبت أماتي عجل عبادتي لي قر جون غياب ده وغير غير قصص ور لخلفاء الله وحجج الله شنده انقلابات ولبطة بمجرد أن يغيب الحجة والقائد سلام الله تعالى عليه. فإمام حسن العسكري نشكل أعداد إلى هذا كبو أمات بش على استقبال إلى سنة أو يزدان أصان دوصن خفف لانسن إمام مهدي غيباس سلام الله تعالى عليه. إيش لهذا كجانبته كبو عدة البعد الأول الإعداد الفكري الذهني. البعد الثاني الإعداد النفسي والروحي لكول فكرنا فكرنا استاد مهد لاسن كنجي نفسيا فكرنا كلمة هذا هذا سلام الله تعالى عليه هبل روايات سيلاردة أحاديث وكتابات يزاردة رسائل يزاردة شعرنا أكتلاردة طرمانم أغلم هون الكنجي إمام محمد بن الحسن سلام الله تعالى عليه بمعنى ده غيبية جشا فمقطول يا شعر ديني زم يقطول بخ اختبار سزدان من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بحكت لنا يولارد زارنا من ضمن الروايات أظن رواية ابني محمد هو الإمام والحج بعدي من مات ولم يعرف مات ميتة جاهلية أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون بغب الاندري ترى أغلمون بالغيبة صور حيران رشد الجاهل دمار ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقاتون ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.